السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى على 7 رؤى لو رأيت واحدة منهم في المنام تدل على أن الله سيسترك بستره الجميل. أحبابنا الكرام، أول هذه الرؤى رؤى الستائر، فهي تدل على ستر الأمور كلها، على الستر في الأمور كلها. ولربما دلت رؤية الستائر في المنام على الزوجة التي تستر الأعزب من المعاصي. يعني الأعزب لو رأى الستارة في المنام فيدل ذلك على أن الله يرزقه بزوجة تستره عن المعاصي. ولربما دلت رؤية الستائر في الرؤية على الصديق الكاتم للأسرار. والستارة الخضراء محمودة العاقبة، فقالوا الستارة الخضراء محمودة العاقبة، يعني إيه؟ ربنا عز وجل يقول والعاقبة للمتقين. العاقبة اللي هي قد تسمى الآخرة، الدار التي بعد هذه الدار، فالستارة الخضراء محمودة العاقبة. والخائف، الخائف والهربان، كل هؤلاء إذا رأى الستارة على سريره دل ذلك على الستر من اسمها. يعني الهربان والخايف والمطلوب لو شافوا الستارة على السرير لربما دل ذلك على الستر، ربنا هيسترهم بستره الجميل ليه؟ من اسم الستارة. ومن رأى الستارة قطعت طولا، من رأى الستارة قطعت طولا دل ذلك على الأفراح وعلى السرور، دل ذلك على الفرح والسرور. وإذا رأى الستارة قطعت وذهبت، يعني رماها بقى خلص منها من الستارة، دل ذلك على ذهاب الحزن وعلى ذهاب الهم والكرب. ده اللي كان عندنا النهاردة من علم 7 رؤى. لو حضرتك شفت رؤية واحدة منهم في المنام دل ذلك على أن الله سيسترك بستره الجميل. لو عجبكم الفيديو ريت نعمل لي لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرف بأن يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس يختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.